انا قدامهم واحد الساعه كنت مرهي بنشرب الماء، واحد الساعه سمعت لقات ناريه، هزيت راسي لقيت الناس تغوت، لقيت جوج فوق تي ماكس، واحد الموتور تي ماكس داير الكاسك ما تيبان فيهم والو، كاسك كحل، لبسه كحله، الموتور كحل، ضربوا واحد الشخص قريب في لاتيراس كاس، ضربوا ليه في راسو ثلاثه ولا اربعه تلقات، شتوا ليه راسو، مات سير بلاص في الوقت. واحد الساعه ضربوا واحد اخر في خدو، وضربوا واحد المراه في كرشها، ملي سالاو زادوا شويه، كاين واحد الريستورون قريب الله كريم، بقى في اطار الشغل، باقي ما خرجاتش، كانت حداها مرسيدس فيها واحد السيده، هذه السيده جالسه في المقعد تاع السائق، جاو طلعوا عليها هما من فوق التروطوار من الجهه الاخرى، جاو طلعوا عليها، داك اللي اللور هو اللي كيضرب، جبد الثاني مسدس باغي يضرب، شافته مسكينه هربات من الباب اللي تيوالي الطريق، وهربات هما بقات يشوفوا راسهم بان غيحلوا، جراو وما يهربوا، وما باقا عرفت اش باقي وقع بهم. كافي كلشي هرب من هاد القهوه، من القهوه الاخرى، البوليس تقريبا جوج دقائق ولا ثلاث دقائق كانوا في المكان، وسولوا كاين اللي مشى فوق الموتور، كاين اللي مشى في الطوموبيل، المهم كانوا ما كايناش ثلاث دقائق كانوا البوليس هنا. كلشي هرب، الناس هربوا، والناس اللي سربوا في القهوه هربوا، ماشي هربوا اليوم، الناس تخلعات هربات، كي قال ما خلصوا هرب، ممكن يجي غدا ويخلص، المهم ترونات وما زوينش هذاك الشيء. البارح مع شي 8 الا ربع كنا خدامين هنا، واحد شويه حتى سمعنا شي واحد تلقى بالكابوس، واحد شي اربعه نتاع تلقات، خرجوا عباد الله من القهوي تيجري، ومشينا حنا تنشوفوا، تلقينا السيد تما طايح قاتلينو، عباد الله مخلوعه وهذاك الشيء. هنا فاش وقع هذاك الشيء ترونات القضيه، جا البوليس، ما كايناش خمسة دقائق باش جاو البوليس لهنا، جات لومبيلونس، هذاك الشيء راه تيبور شي شويه، والدري صغير باقي يلاه يلاه تيبني الكارير ديالو، جاو وحدين تيراو فيه،